بونجور كل الاخوان وبونجور لكل المستمعين الكرام. جوني بيان بارجيو النهار باش نتكلم في ابرشان الامور اللي كانت تحدث عليها في هذا اللقاء هذا. وانا ما غاديش ندخل معاه في واحد البسط فقط انني نريد انني نوضح لهم مجموعه من الامور. يمكن انه هو ما عرفهاش، يمكن انه ما غاديش ندعم فيه بقدر ما غادي يمكن يكون فان ما عرفش اللغه العربيه بشكل مفيد. لان اولا التجارب الاخر فيه هو العود. هو العود راه ماشي شي حاجه داخل العود ولا شي حاجه في اللغه العربيه في اللغه ديال الدفع القانوني. هي إعادة تكرار الحالة لما كان موقوف وعاودوا نفس الحاجة. راه بهذا المنبر راه ماشي شي حاجة ترماد في عود ولا شي حاجة، هذا باش نتفهموا. لأن هذا راه مصطلح قانوني كيعرفوا الفقهاء ديال القانون. بعدا حتى غير نعرفوا هذه الأمور راه ملي قالوا حالة العود راه ماشي شي حاجة ترماد في المتحف، وإنما هذه راه هي مصطلح قانوني جديد يزيد في الفرنسي، يعني بأن إعادة نفس الغلط أو نفس الخطأ. لا هو قال لك زعما ما كاينش خطأ بما أنكم ما بقاش الحكم يا باريسيدين. أنا اللي سمعت ما فهمتش العود شنو هو العود، ما فهموش هو قال أن ما تلقاش شي حاجة وما درناش شي حاجة أخرى. أنا كل الناس كانت عارفة بأن الملعب كان موقوف سابقا وكان تراد عليه عقوبات هذا الإطار. الإعادة يعني الإعادة باش نوضحوا أكثر للمستمعين أن العودة إلى نفس الحالة هي اللي كتسمى بالقانون في اللغة الفقه القانوني في حالة العود، أي أنه يعني العوده ولبنانو احنا باش نكونوا واضحين في الكومونيكاسيون ديالنا احنا خطأنا، وكان خصنا تكون عندنا الشجاعه باش نقولوا احنا خطأنا. لاننا دائما كنت كنقول دائما اننا الكومونيكاسيون خصها توصل للاسهل بسهوله. العود ما غاديش مقبول بان تكرار نفس الحاله، اذا هذه باش نكونوا واضحين في هذا الحال. اما انا اللي ما حبيتش فيها برشام ومع الاسف انهم اللي كيقول بانه انا ما توصلوش حتى كيفاش يحكموا على الناس، علاش ما كيقولش بان المؤسسه تحترمت؟ هناك حكم ابتدائي وهناك حكم استئنافي، وهذه الحالة موجودة حتى في الأحكام العامة في المحاكم العامة موجودة. يعني كيكون فيه التقدير خطأ في التقدير، ممكن يكون هذاك صائب أو غير صائب، فملي جاو التقارير ديال اللجنة ما يمكنش يحكموا ناس بدون ما يكون عندهم تقرير ديال الحكم ولا من دون مقابلة، ولو يجي هذا التقرير إلكترونيا. حنا في عصر آخر ما عادش نستناو يومين، وكان الأمور استعجالية. هذا شيء تقدير اللجنة التأديبية، ممكن أنه يكون التقدير كان خاطئ في الحكم، ولهذا جاء تقدير كان ليصححه. والأساس في هذا شنو هو؟ هو أنه حتى واحد ما يضيع الحق دياله، بمعنى أن هناك مؤسسات. أننا كنشتغلوا في نظام مؤسساتي، كاين حكم ابتدائي، كاين هناك تقدير، إذا كان صادق أو غير صادق، كاين حكم ابتدائي، وكان هناك استئناف وعطوا الحق على الحكم الاستئنافي على أساس الاستناد إلى شيء واحد اللي كيقول لك ما نلعبوش الويكرو. الاستئناف ديال الحكم واقع هو الفيفا. ارجعوا للقوانين الفيفا في هذا الموضوع، واللي اعتبروا على ان لجنه الاستئناف انه ما دام ان هذه الشهوب ما ترماتش في الملعب وما عرقلتش السير العام للمباراه وما توقفتش استندوا عليه، فاعتبروا انها تكون الغرامه الماليه كما هو موجود في القوانين العالميه. اما بالنسبه للويكرو باش ما نخش التفاصيل، الويكرو احنا ما كرهناش تكون في حاجه اخرى كيف قلتي، عطونا شي فكره اخرى بالنسبه للعقوبات اللي يمكن تمنحها الجامعه من غير الويكرو. لان اول متضرر بعدا بالويكرو شكون هو؟ راه هي كره القدم الوطنيه، هي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لان علاش ملي كنديروا مباراه بدون جمهور راه حنا كنعطيو واحد الصوره ما فهمتش في التسويق لكره القدم. كره القدم كتجيب الاموال، وهذه الاموال كتجيب المستثمرين من النقل التلفزيوني. ملي هذاك ديال النقل التلفزيوني كيشوف مباراه بدون جمهور كطيح القيمه ديالها. ما غاديش ناخذوا الاموال بالطريقه اللي ممكن اننا ناخذوها ونشوفوا مباراه فيها الجماهير، لان هذاك المنتوج كيجيب الجمهور والجمهور هو اللي كاتب. احنا اول المتضررين، ولكن كاين قوانين اللي كتحتكم هذا الموضوع. واخر القوانين اللي يمكننا نحكموا عليها هي قوانين الفيفا. الفيفا اللي احنا خاضعين ليها بالنظام الاساسي بالنظام القوانين المؤشر عليه هو اللي كيعطينا العقوبات. لان لو كان ما حكمناش بالعقوبات لويكرو غادي ممكن ذاك الفريق هو يطعن فيه ويقول هذا باي اساس عنده. الفيفا والاتحاد الاوروبي وكما نعرفوا في تصفيات امم اوروبا كتعرفوا المباراه اللي جرات بين كرواتيا وما بين الدنمارك اللي هي ويكرو وفي سبارتاك موسكو في ليغ مجموعه من الفرق اللي لاعبين بالويكرو. هذا راه مخلوق، راه نظام، هذا نظام عالمي. سمقروف معك العلوي، علاش من نوقفوش حنا هاد لي في ميجان كاع يكونوا في الكرادان ولا يتلاحوا ولا ما يتلاحوش كيف دايره لاكاف؟ انترديم فوا بوغ توت نكونوا كلير ونهنيو راسنا. هذا متفق معك، هذا غير يكون اشياء واجب عام استثنائي. او راه عندنا واحد الجمع العام اللي غادي يكون يوم 18 او 19. انا نتمنى الرؤساء الانديه ما يجيوش للجمع العام غير باش يتفرجوا ولا باش يشوفوا، بالعكس يجيو معاه
بينا وهنا دي زانستيتيوسيون. غير قبل من لابوب كيفاش يمكننا نجاوبوا السي ابرسام اللي كيقول لنا مثلا واش انا غادي نمشي نقلب 30,000 ولا 40,000 واحد اللي كيدخلوا التيران؟ اش يمكن لك تقول لنا كي اورغانيز هذا موضوع كبير السي، هذا موضوع تيرويستي موضوع كبير. كاين في معروف العالم كل عقد الفريق مسؤول على كل المباريات اللي كيخدم. كيف واحد غادي يدير واحد المهرجان على براكاع شارع براكاع ما نقولش هنا في الملعب؟ واش هذاك المنظم دار كيلعب ما كيديرش تحمل الهويه ديالو؟ واش هو ما غاديش يكون عنده واحد الشروط مع السلطات العموميه واحد الاتفاق واحد؟ لابد انه اللي ينظم الحفله هو المسؤول الاول. يعني هادشي واضح السي بروف، الفريق حتى هو مسؤول. وي غير باش نبسطوا الامور، والعرس العرس اللي درته في دارك راه خصو لوتوريزاسيون. وي لا تكون مسؤول عليه، وما خصكش يفوت في بلاصه تاعتي وفي العشرات ديالتي، وما خصكش تطلع الجيران وخصك كذا وكذا 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 وكذا. انا شتينا غير امور مختصه في الحرام في العام. الملعب راه الفريق هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال كل ما يدور اما خارج الملعب، هذا شيء ثاني. اما خارج الملعب فهناك السلطات العموميه في التنسيق مع من مع المسؤولين ديال النادي، لان المسؤولين عرفوا احنا على ديال راه الا بغينا نوصلوا لما مازال ما وصلناش انه يكون عندنا نسبه ما يكون حتى شي رجل امن للملعب، ماشي ضروري رجل امن للملعب. ويليفورم ما يكونش لي ستاتي لي ستاتي سا روفيان سوفون. ولكن المشكله في الرويسي اسمح لي نقول لك هذه المشكله باش نكونوا في الارض، وراه كاين بعض الناس في الفرق في الطيران كيدخلوا في ميجان. واش كاين هذا في اوروبا؟ وابقى لعابه وما دخلش في ميجان معاهم، راه هذا هو المصيبه. راه ماشي غادي يتأمن الامنيه ما يدير الدور ديالو في الصراعيه، وملي كتبقى الكار داخل في الديفيجن ديال العام غادي تهيا كاينه. ولا ولا سي مقرو كتلقى الملاعب اللي عندك فين تخبي فيها مع الليل ويومين قبل ومحلوله وبزاف. والميساج واضح سي مقرو، واضحه الامور. سي مقرو انا سكو روتيان سي الميساج اللي عطيتي لكاع الرؤساء ديال الانديه او دلا دو مسيو ارشان. الا كان اقتراح يفو بروبوزي اوسي دي سوليسيون بوكو با دي زيدي باش كاملين ان شاء الله نحيدو هذا الفيديو ديال الشباب. المهمه هاد الجامعه منين متبادقه نلقاو من الرؤساء ديال لي كلوب ديالهم بكره كلشي خصو يتعاون. En tout cas, merci beaucoup, Sim Krof, porte-parole de la Fédération Royale Marocaine de Football. Il est passé pour éclairer notre petite lanterne. Merci aussi, Sia Barchan, président de l'Ittihad Tanja, qui est venu nous expliquer évidemment cette décision qui m'agale, Sim Krof. Le premier, il y a aussi Naf ou Hido, le match à huis clos, Tanja Ratla, Beljamaïr, tiens, à 19h50.